اهلا وسهلا من جديد. الفيديو تاني رح نحكي فيها الآن عن جروب باي السيريز. اوكي، هلا كالعادة لازم نجهز شغلة نشتغل عليها او البيانات نشتغل عليها. خلينا اول شي نجهز او خلينا نستغل اللي تعلمناه اوريدي فعلا ونجهز داتا فريم، ومنها نعمل مثال مابينج، مثلا نعمل سيريز، نعمل ديكشنري مثلا. فخلينا اول شي نجهز مثلا انيمال، كاد داتا فريم جديدة. داتا فريم هاي تقول له نم باي دوت الرينج 16 لغاية 16، تعمل لي عليهم ريشيب 4×4 مثلا، او خلينا 4×4 تمام. وتجهز لي الكولومز تاعونك، كولومز بتساوي W X Y Z مثلا. كمان نشيل اندكس، نقول اندكس تبعي خليها ان خليها بما انها هي animals، ناخد اندكس animals، نقول في عنا dog، في عنا cat، في عنا bird، بيرد مثلا، في عنا ماوس مثلا. نستعرض ال data frame اللي احنا already جهزناها. مثل ما احنا ملاحظين في عنا الكولومز W X Y Z والاندكس dog cat bird ماوس. هلا خلينا نضيف بعض القيم، نحكي انها values non values. نقول مثلا animals اللي هي الداتا فريم اللي احنا انشأناها دوت index، بدي ادخل فيها 1 لغاية 2، وادخل من عند ال w وال y بدي اخليها بتساوي numby dot non value. شوف البروبلم اندكس، نجرب الاختصار تبع اندكس. او ماي جاد، تمام. بس انه برضو الكيرنل في شوي في اللوك ايه في الفيرجنز مختلفة. ما علينا، هلا لو استعلمنا على الانيمالز نشوف كيف بتطلع النتيجة. بلاحظ انه اصبحت القيم اللي انا طلبتها تكون نان فاليو، اوريدي اصبحت نان فاليو تمام. هلا مشان الداتا تاعتنا تكون اقرب للواقع، حاولنا نخليهم نوعا ما فيها نان فاليو. خلينا نقول انه في عنا ديكشنري، والديكشنري هذا بياخد مثلا سلوك كل كولومز. اوكي، وبدنا نعمل جروب البيانات هاي الموجوده في الديكشنري، بدي اعمل جروبينج من خلال هذه القيم تمام. بس القيم هاي قبل ما ادخلها لابد ادخلها عن طريق المابينج. فكيف بدي ادخلها عن طريق المابينج؟ مثل ما اتفقنا بدنا نعرف ديكشنري، بنقول له مثلا behavior behave map تمام. بدي اقول له انه في الديكشنري هذا اللي انا بدي اعرفه، مثلا w بدي اعطيها قيمة good، والx بدي اعطيها قيمة bad، و الزد القيم اللي بتكون زد مثلا بدي اعطيها قيم او صفه باد برضو. اوكي، هلا بدي ابلش اعمل عمليه الجروبينج واستخدام هذا المابينج اللي انا جهزته. بقول له animal columns بتساوي اللي هي الانيمالز اللي احنا جهزناها،
دوت جروب باي المين البيهاف ماب اللي احنا جهزناه من خلاله. اوكي ما على طريق او على الاكسس تبعي اللي بيساوي 1. اوكي هلا لو جينا استعلمنا او قبل ما نستعلم خلينا نشوف assumption عليها كيف مجموعها في المابينج. دوت sum مجموعة القيم، لاحظ هون هو بضيف لي summation عمليات operation عادي بضيفها وبيعرض لي اياها. فبنلاحظ هو جمع الباد وجمع الجود، تمام as يعني عمل تبديل. خلينا نستعرض بس الانيمال جولد كلهم مصلح واحدها، هو حجزهم مكانهم في الذاكرة كأوبجكت. عملية الجروبينج أي جروب باي بينحجز مكانها داخل الذاكرة، وإحنا بعد كده بنصير نطبق عليه أي عملية إحنا أوردي بدنا إياها أو عايزينها، تمام. هلا خلينا نحكي عن السيريز، بما إنه إحنا حكينا اليوم حنناقش موضوع السيريز. نقول بي هاف مثلا سيريز أو سير، أوكي ونقول سيريز اللي هي ناخد behave map، تمام يساوي هون بلاحظ انه هو هون جاب لي معارضهم كسيريز ال good bad ل w x y. هلا هل ممكن انا اعمل عليهم grouping by؟ خلينا نعمل animals، تمام دوت جروب باي اللي هو البيهيف سيريز في الاكسس تبعه برضو بيساوي 1، تمام. وبدي على طول اطبق هذه العمليه الرياضيه اللي انا بدي اياها، بما انه عملت جروب باي حينحفظ في كاوبجكت في الميموري. تطبق على الكاونت مثلا، طبقنا احنا المينز، طبقنا السم، طبقنا السايز، طبق الكاونتس، راح عدل في الدوك اكم باد واكم جود، تمام بناء على الاكس والواي والاكس والزد والدبليو اللي هو اوريدي اخذهم بالاعتبار. بهذا الشكل هو عملها. طب ممكن كمان اطبق مواضيع تانية، تمام خلينا اشوف بس اجرب هالشغلة معاكم. اقول مثلا animals dot group باي، اقول لين طولها، اعمل جروب باي دوت على طولها دوت سم، جيب لي الجمع. بعد ما انت تعملها جروبينج باي على الطول واللين يعني طول، الناس اللي تعرف بايثون اوريدي وكمان بعد كده جيب لي السم. بلاحظ انه هو عمل جروبينج باي على طولها وبعد كده جاب لي الجمع الخاص بيها أو طبق لي عليها. خلينا نقول ال operation اللي أنا طلبتها، راح جاب مثلا W شو كان طولها وشو كان مجموع الطول تبعها لكل وحدة فيهم. في الفيديو الجاي راح نتعرف كمان methods داخل الداتا وكيف إحنا نشتغل فيها قبل ما نبلش عملية visualization أو كيف نتعامل مع الداتا تبعتنا.